القبل الاخير في الدوله الاهلي وسهلا بكم باذن الله يا اقصى سامعين طارق عمل شو نبلش؟ قدس بلش من عندك طارق اللهم اجعلنا من اهل اليمين صريح عبد الفتاح صريح القدس ماذا اخترتم لنا؟ الصوت شباب لو سمحتوا بلشنا استاذ ماهر موسى وطنيات سؤال وطنيات لفريق القدس يقول اي وطن لينصرف بياع الوطن ما يرتفع شانه واللي يبيع الوفا والمرجلي بالمال تقرا عليه العوض خان الوفا وخان هو اعلان استقلال دولة فلسطين للمرة الثانية. تم الاعلان في مدينة الجزائر العاصمة في قاعة قصر صنوبر تحديدا. نص الاعلان على تحقيق استقلال دولة فلسطين على ارض فلسطين.